عاجل بيان خطير جدا من إثيوبيا وتهدد مصر بالحرب والحل العسكري. ننشر لحضراتكم تفاصيل هذا الخبر. وضربة كبرى وخطيرة من الداخلية المصرية تهز مصر. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وتهجير سكان الأحياء المحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط. مجلس الوزراء يرد على هذا الأمر. وتحذير مصري لروسيا: لن يكون هناك استقرار في المنطقة. أنشر لحضراتكم بالتفاصيل. في البداية أحب أقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم. وقبل ما ندخل في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها، وصلوا على الحبيب محمد. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل بيان خطير جدا من إثيوبيا وتهدد مصر بالحرب والحل العسكري. أنا هقول البيان لحضراتكم وعلق عليه. نص البيان بيقول: قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن في إثيوبيا مقولة: إنك لا تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال. لذا فإن إثيوبيا تضع جميع الخيارات على الطاولة. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مقال لها إن العالم الآن يرى قيادة مصر والسودان في وضع الترويج للحرب، وتهديد إثيوبيا بأن جميع خياراتهما مطروحة على الطاولة. لكن هناك مقولة عربية تقول: الهنجمة نصف القتال، مثل يراد به أن تتحدث عن نفسك وعن قوتك كثيرا قبل الدخول في المعركة. لكن في إثيوبيا لدينا مقولة مختلفة معناها إنك لا تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال. يعني إثيوبيا بتتكلم عن حرب عسكرية، احنا بنتكلم عن دبلوماسية، نتكلم عن يعني مباحثات سياسية من الدرجة الأولى لا تمس العسكرية بأي شيء. وإثيوبيا بتتكلم عن الحرب، إثيوبيا تريد الحرب. الآن لما تقول وتطلع تصريح رسمي من الخارجية الإثيوبية وتقول لك إن احنا ما بنموتش من الخوف، احنا بنموت أثناء القتال، اعرف إن ده يعني نوع من أنواع التصعيد للحل العسكري. وزي ما قلت لحضراتكم في بعض الفيديوهات السابقة، إن مصر تقوم بعمل حصار سياسي ودبلوماسي لإثيوبيا، تعمل علاقات مع أوغندا مع برواندي. يعني مصر ماشية دبلوماسيا كويس جدا، ولكن إثيوبيا في هذه اللهجة تصعيد للحرب لم يحدث على لسان من أحد المسؤولين المصريين، لم يتم إصدار أي بيان في لهجة تصعيدية أو في لهجة من أنواع الحرب أو الحث على القتال. هذا الأمر لم يحدث بالنسبة للجانب المصري، ولكن الآن نراه من الجانب الإثيوبي. هذا الأمر يعني خطير جدا. وتعالوا نكمل البيان مع بعض. إثيوبيا بتقول إن مصر والسودان أظهرا للعالم أنهما مستمران في تسييس قضية سد النهضة وإضفاء الطابع الأمني عليها رغم أنها مسألة تقنية في الأساس. وأشارت الوزارة إلى أن إثيوبيا تتفاوض مع طرف واحد وهو مصر والسودان مجتمعان، لافتة إلى أنه لا فرق بين البلدين في تسييس وإضفاء الطابع الأمني على قضية سد النهضة، وكلاهما عازم على إنقاذ الحقوق السيادية للإثيوبيين اليوم. طبعا ما أنت مش هتاخد حقي وأقعد أسكت لك. يعني مثلا أنا ليا حق تاريخي في مياه النيل، ليا حق تاريخي في مياه النيل، انت مش هتيجي تقولي لا المياه دي بتاعتي، المياه دي انا اللي بديها لك. ربنا هو اللي منزل المياه مخليها تنزل عن اثيوبيا وتطلع من عندنا في البحر المتوسط. فهذا الامر يعني بالنسبة لاثيوبيا شايفان ان ده ان احنا كده اصلا واخدين حق مش حقنا. لا، لازم يفوقوا، لازم يفوقوا عشان هم كده وصلوا لدرجات يعني عالية من الهبل والغباء ان احنا نطلع بيان زي ده، بيان فيه تهديد رسمي من الخارجية الإثيوبية. أنا بقول لحضراتكم وأتحداكم أنكم تجيبوا لي بيان فيه تصعيد عسكري أو لهجة فيها تصعيد عسكري
من اي مسؤول مصري، من الخارجية، من الرئاسة. يعني احنا قلنا من نفسنا ان المية دي خط احمر، قلناش اتكلمناش عن قتال والكلام اللي طالع من الخارجية الاثيوبية. يعني هذا الامر في منتهى الخطورة، واتمنى من خارجية مصر انها تطلع بيان، يعني ترد بيه على هذا البيان. تعالوا اقول لحضراتكم بقيت الكذب اللي خارج من الخارجية الاثيوبية. اثيوبيا بتكذب وتقول انه رغم كل المرونة التي اظهرتها اثيوبيا لم يكن هناك اي مرونة من مصر والسودان، والواقع ان البلدين اعلنا فشل جولة الرابع من ابريل الجاري، بينما كان من المقرر ان تنتهي في اليوم التالي، لانهما حضرا الى كينشاسا بقرار مسبق باجهاض هذه الجولة قبل ان تنتهي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنتفاوض بقالنا 10 سنين، يعني بنتفاوض بقالنا 10 سنين، واثيوبيا بتكذب وتقول ان احنا قدمنا مرونة. كاذبة، كاذبة بالمعنى الحرفي. يعني نحن من يعني وقع علينا التعنت ووقع علينا عدم حل هذا الامر. يعني احنا كنا قدمنا حلول كتير بالنسبة لاثيوبيا، هنقدم لك تنمية، هنقدم لك كهرباء، هنقدم لك دعم في 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 يعني في موضوع ما متعلق بالاقتصاد، ولكن يعني اثيوبيا تعنتت وعقدت حل هذا الخلاف. والخارجية الاثيوبية تابعت وقالت لا تزال اثيوبيا تأمل وستظل تأمل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي من اجل حل النزاع على سد النهضة فقط على اساس الاستخدام العادل ورفض اي مطالب بحقوق تاريخية لمصر والسودان. اثيوبيا تعلنها رسميا تريد الحرب. اثيوبيا تعلنها رسميا تريد الحرب. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، لان هذا الخبر يعني في منتهى الأهمية، وهذا البيان الخارج من الخارجية الاثيوبية في منتهى الخطورة والأهمية، ويجب على مصر انها ترد رد قوي يعني يحرج الخارجية الاثيوبية عن هذا البيان. ولكن يعني اللي زي اثيوبيا ما بتتحركش. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان غيرك يستفيد ان شاء الله. يلا ندخل على الخبر التالي. تعالوا نشوف خبر اخر مع بعض. وضربة كبرى وخطيرة من الداخلية المصرية تهز مصر. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. قوات الأمن المصرية تمكنت أمس الاثنين من ضبط عنصر إجرامي في السويس يتاجر في المواد المخدرة، وصادرت في حوزته كميات كبيرة منها. وقالت وسائل إعلام مصرية إن المتهم قام بتخزين كميات كبيرة بالمزرعة الخاصة به والمنطقة الجبلية المحيطة بها وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى حيازته الأسلحة النارية غير المرخصة للدفاع عن تجارته الآثمة. وتابعت أنه وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته 400 تربة من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي واثنين هاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وبمناقشته أقر بأنه يتجر بالمواد المخدرة بالاشتراك مع شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الجرائم بالسويس جاري تكثيف الجهود لضبطه. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر ب 2.8 من 10 مليون جنيه. المصدر كان معانا من وسائل إعلام مصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة للداخلية المصرية. تعالوا نشوف خبر آخر في منتهى الأهمية. وتحذير مصري لروسيا لن يكون هناك استقرار في المنطقة. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه ناقش أزمة سد النهضة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى مصر. وأشار شكري إلى أنه أطلع وزير الخارجية الروسي على تطورات المفاوضات حول ملف السد والمسار الإفريقي والمشاورات الأخيرة التي عقدت في الكونغو بحضور وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف أنه وجد أن هناك تفهم من الجانب الروسي بالنسبة لهذه القضية وأهميتها لمصر، وضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة. والوزير سامح شكري قال ان اي اجراء احادي مش هيخدم المنطقة، يعني يجب ان نحل هذا الامر يعني بالاتفاق، لان الحل العسكري مش هيعجب حد. واضاف انه وجد ان هناك تفهما من الجانب الروسي بالنسبة لهذه القضية واهميتها لمصر، وضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة. ونوه شكري بأنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تهجير سكان الأحياء المحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط، مجلس الوزراء يرد على هذا الخبر. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم. حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تطوير العشوائيات والذي نفى تلك الأنباء، وأكد أنه لا يوجد صحة لهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم. وشدد على أنه تم توفير مساكن حضرية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل لقاطني تلك الأحياء فور إخلائها باعتبارها منطقة عشوائية، وأشار إلى أن عملية تطوير المنطقة تأتي بهدف استعادة الوجه الحضاري لها وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور ذات طابع معماري حديث ومتكامل الخدمات يحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة. وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جار العمل بها حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق 39 مليار جنيه، كما أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة والتي تمثل حوالي 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030 نظرا لكبر مساحتها وحجمها، في حين تم الانتهاء من تطوير 30 سوقا عشوائيا من إجمالي 1150 سوقا، ويتم العمل حاليا في 15 سوقا آخر. ويعني نصيحتي لكل الناس اللي بتشوفني دلوقتي، ان احنا واحنا مشغلين الفيس كده الفيسبوك واليوتيوب، لما نشوف خبر نتأكد منه، يعني بلاش ننشر خبر ملوش صحة ملوش أساس ملوش مصدر. مين اللي قال الكلام ده؟ هل طلع بيان من مجلس الوزراء قال الكلام ده؟ طب هل طلع بيان من الرئاسة؟ طب هل طلع بيان من الخارجية؟ طب هل طلع بيان من الداخلية؟ هل طلع بيان من مصدر موثوق، من جريدة موثوقة؟ فاحنا ما ننقلش اي كلام يثير البلبلة والرأي العام. هذا يعني نصيحة مني ليكم، عشان انتوا اللي بتتعبوا في الاخر لما تتفاجئوا بعد كده ان الكلام ده اي كلام، انتوا اللي بتتعبوا، يعني بتكونوا حرقتوا بنزين على الفاضي، نشرتوا حاجه ملهاش اساس ملهاش مصدر من الصحه وعلى الفاضي، وبرضو اللي هو روقتوا الاكاذيب برضو على الفاضي. فاتمنى الناس تاخد بالها كويس، تمام، عشان ما ننشرش حاجات ملهاش صحه او ملهاش مصدر. شكرا ليكم جدا. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب وأخبار جديدة وقريبة. وكان معكم إسلام وأبانوب مسؤول عن المونتاج، تحية كبيرة ليه لأنه بيتعب معانا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.